نعمل شيء لهدول الأطفال اللي صلهم تصوروا 159 يوم ما داقوا الخبز ما داقوا أكلات طيبة. فقبل مرة وزعنا لهم شوكولاتة، اليوم حبينا نعمل لهم بليلة، اشترينا حمص. كان طبعا إنه تأمين الحمص خلال شهر صعوبة كتير كبيرة من أغراض الحمص، وعملناهم بليلة وأكل منهم كتير كتير انبسطوا. ليه اللي عم تبكي يا حجة؟ ببكي على هالطفال هاي اللي بتشغل الله، شو ما عز احنا ما غز لا 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 شو اسمك؟ آية. ليك تضع الزهر يا آية؟ خبز. شو بدك غير الخبز؟ ديربي. ديربي؟ شو كمان؟